معناه ان كل من تسبب في استشهاد شهيد او فقع عين جريح او اصابه مصاب او اهانه بناتنا اللي شفناهم بيجرجروا في الشوارع لابد ان يخضع لمحاكمه. ده العدل الذي اراه. لا عاوز روح انتقام ولا عاوز افلات من العقاب. ده اللي يحققه خروج عادل عاقل، وبرضه هو ده الخروج العاقل انه يتم عبر محاكمات الشعب المصري شايفها ومطمن اليها. نعود كده للشباب اللي ورا شويه ونرجع. المجلس العسكري مش هيقعد، في ناس بحكم السن ورغبتهم الشخصيه ودواعي تنظيم الجيش المصري بالتاكيد هيتغيروا. المهم ان الجيش يدرك ان دوره حمايه مصر دون تدخل في السياسه. وان يدرك رئيس الدوله كما يدرك الشعب اهميه ان يبقى عندنا جيش قوي. في تسليح متنوع مش، وفي تدريب وتهيئ قتالي، لان احنا هذا البلد يحتاج الى جيش قوي وسيظل كذلك، لكن لا يتدخل ابدا في السياسه.